مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقه 101 من حديث القاهره الثلاثاء 16 مارس 2021. والحلقه 101 كانت بشره خير على النادي الاهلي اللي استطاع ان يهزم فيتا كلوب على ملعبه على ارض ترتان زي الزفت 3-0. وندعو الله للزمالك الذي يلعب الان، يسال الان الزمالك امام الترجي في القاهره. نتمنى ان شاء الله ان الزمالك كمان يقدر يفوز النهارده وترتفع نقاطه الى 5 ويظل محتفظا بحقه وامكانياته وفرصته في الوصول للادوار القادمه. ومساء الخير يا كريمه. يا مساء الورد يا خيري، ومساء الخير على مصر كلها، ومساء الخير على الاهلي اللي فرح مصر، ومبروك علينا كلنا. وان شاء الله في انتظار فعلا نتيجه الزمالك، وان شاء الله ايجابيه زي ما احنا عايزين. النهارده بنبتدي حلقتنا بالاخبار المفرحه، بدءا من الحلقه 100 كده واحنا ماشيين في الاخبار المفرحه. وطبعا امبارح حكينا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي تمت امبارح بزياده المرتبات والمعاشات والحد الادنى للاجور اللي وصل ل 2400 جنيه. اتكلمنا عليه امبارح مع الدكتور محمد معيط وزير الماليه، وقال ان تطبيقها هيبدا اول يوليو. النهاردة وزارة المالية طلعت بيان تفصيلي، قالت فيه كل موظف مرتبه هيبقى كام. يعني هات الحسابة واحسب معانا. بسم الله، اللي راتبه 2000 هيبقى 2400 جنيه للدرجة السادسة والخامسة، من 2200 ل 2640، ومن 2400 ل 2880 ده للرابعة، والتالتة من 2600 ل 3120، الدرجة الثانية من 3000 ل 3600، أما الأولى فمن 3500 إلى 4200. كمان رفع الحد الأدنى للأجر من 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 ل 6000 للدرجة العالية، ومن 7000 ل 8400 للدرجة الممتازة. أما بالنسبة للحافز الشهري، الزيادة فيه هتكون بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيه لشغيل الدرجات الستة والخمسة والرابعة. كمان عندنا 225 جنيه لشغيل الدرجة الثالثة، والتانية ليها 275 جنيه، 325 جنيه لشغيلي الدرجة الأولى، و350 لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 لشاغلي الدرجة العالية، و400 لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها. أما العلاوات الدورية، هيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى. وهيتم منح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة 13% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى. ده بالنسبة لموظفي الحكومة اللي هتطبق عليهم القرارات دي. لكن يا ترى موقف العاملين بالقطاع الخاص هيكون ايه؟ خلونا نعرف ونسأل الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية اللي معانا عبر الهاتف. اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا بحضرتك، خير بيه. اهلا جميعا والساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور محمد. والحقيقه من ساعه ما اعلنا امبارح القرار واتذاع عندنا هنا في حديث القاهره وبعد مداخله وزير الماليه، كل التعليقات اللي وصلت لنا وعلى صفحاتنا هي نصيب القطاع الخاص ايه من الزيادات دي، فحضرتك يا ريت ترد عليهم، هل ليهم نصيب من الزيادات دي وهم كمان هيحصلوا على زيادات ولا لا؟ طيب خلينا بس الاول نوضح ان طبعا القطاع الصناعي هو طبعا الاعلى مرتبات على الاطلاق في مصر. ولو حضرتك حبيتي تضيفي طبعا الخدمات اللي بيقدمها اصحاب المصانع زي بدل المسكن والمأكل لبعض الحالات، وايضا الانتقال للعمال، اعتقد ان احنا يعني غالبا يعني ونحن نعتبر طبعا العمال هم الحلقه الاساسيه او الترس الرئيسي في القطاع الصناعي. حضرتك سامعاني؟ ايوه اتفضل. انا سامع صوت شويه كده اهو. فالمفروض ان في المره السابقه عند طبعا زياده الحد الادنى للاجور، وعندما اخذت الحكومه المبادره، السيد رئيس اتحاد المهندس محمد السويدي دعا جميع الغرف الصناعيه ورؤساء الغرف
ويتحدث معاهم، لان طبعا هو القرار هنا غير ملزم للقطاع الخاص، ولكن احنا بنبادر دائما لاننا بنرفع مرتبات الموظفين، لان قطعا الناس كلها بيكون عينيها على زياده طبعا وبتنتظر القرار. تمام، سامعني حضرتك؟ اتفضل. أيوة. يعني في يا فندم زياده القطاع الخاص؟ يعني احنا تعودنا دايما ان بيتم دعوه اتحاد الصناعات عن طريق رئيسه، وبيدعو رؤساء الغرف الصناعيه للنظر في، يعني طبعا لابد من تحريك، واعتقد ان احنا بنحرك الاجور من فتره للثانيه بشكل دوري لمواجهه طبعا الزياده اللي بتحدث او بتنشا في الاسعار. هل اتوجهت الدعوه بالفعل من المهندس محمد السويدي ولا لسه؟ المفروض ان هو طبعا انت عارف حضرتك في ظل كورونا الاجتماعات عندنا بيكون ليها بعض الاحتياطات والمحاذير، واحيانا بتكون طبعا عبر منصات التواصل. ايوه. فاعتقد ان شاء الله انه خلال يومين او ثلاثه، لان بيتم الاعداد طبعا للاجتماع زي ما حضرتك عارف قبليها عشان يتم تجميع كل الاعضاء ورؤساء الغرف. هل القرارات بتكون ملزمه يا فندم؟ يعني لو خدتوا قرار في اللجنه بيكون ملزم لكل العاملين في مجال الشركات، رؤساء مجالس اداره الشركات او المصانع؟ يعني هو حضرتك اللي انت بتقوله ده شيء مهم جدا، لان طبعا هنا ما فيش الزام، لان ده مش قرار ملزم، ولكن في المره السابقه وطبقا للتاريخ عندما تم توجيه الدعوه للقطاعات الصناعيه المختلفه، وطبعا دائما بينص على ان كل قطاع بينظر في زياده الاجر بالشكل اللي بيراه حسب طبيعه العمل وحسب ايضا مقدرات القطاع نفسه. نعم. يعني طب توقعات حضرتك الشخصيه دكتور محمد هيتم في زيادات؟ انا بقول لحضرتك اللي حصل في المره السابقه ان الكل رفع الاجور بلا استثناء، حتى القطاعات اللي كانت بتعاني وكان عندها بعض المشكلات، حضرتك عارفه ان بيحصل بعض الانكماش في ظل الجائحه، وبعض المصانع طبعا بيبقى عندها مشاكل في تصريف البضائع، لكن اعتقد ان في المره السابقه الكل رفع الاسعار بنسب متفاوته. متوقع ده يحصل المرة دي كمان يا باشمهندس؟ متوقع طبعا، لان المفروض ان احنا يعني اتحاد الصناعات دائما على حياتك يعني اكيد بتتابعي ان احنا دائما بناخد المبادرة، وزي ما قلت لحضرتك احنا الاهم بالنسبة لنا هم العمال، لان مفيش صناعة من غير عامل مدرب طبعا. واعتقد ان هم تقريبا الحلقة الاهم في الصناعة. يعني ربنا يوفقك يا دكتور محمد، احنا هنتابع معاكم ونتمنى في الصناعة وفي غيرها وفي الشركات الاخرى بره الصناعة الذين يعملون في التجارة وفي غيرها من المؤسسات، طبعا احنا مقدرين ان بعض الصناعات بتخسر، بعض المصانع ظروفها بتبقى سيئة نتيجة لكورونا، فلابد ان العمال كمان يراعوا الظروف، ما تبقاش المسألة هي مسألة ضغط، المصنع ده بتاع الجميع، لازم نحافظ عليه، لازم نحافظ على الصناعة. بنشكرك جدا الدكتور محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية. ماذا حدث منذ الامس وحتى اليوم؟ دعونا نرى حديث القاهرة كان بيدور حوالين. الرئيس السيسي لقادة الفصائل في الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني: أتمنى تحقيق الهدف المنشود من الحوار. الحكومة منشور التحذير من الظرف والاستيكر المخدر المنسوب لوزارة الداخلية مزيف. الأهلي يفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف نظيفة في دور أبطال إفريقيا. أكيد عندنا النهاردة أشياء كتير مجهزينها لكم في حديث القاهرة عشان نشوف ما وراء الخبر أو ما وراء القصة. من الحاجات اللي هنتابعها النهاردة قصة المصرية اللي متجوزة هندي واللي زاد عدد المتابعين لقناتهم بالحكايات اللي بتحكيها عن الهند وكل اللي بتشوفه وبتسمعه هي وجوزها. قناتهم على اليوتيوب أعتقد قربت من 500,000 مشترك. النهاردة يكونوا موجودين معانا مع زميلنا خالد البرماوي في بورصة الكلام، وبرضو مازال في نصيب كبير للي بيقدموا محتوى
ومحتوى محتاج فكر، لان النهارده معانا هادي بسيوني. هادي بسيوني هو اللي عمل قناه المراجعه النهائيه، الاسم الكبير ده ورا قصه وحكايه انه بيقدم فيها نظره خاصه جدا على كل الاعمال الفنيه والدراميه اللي موجوده على الساحه، لكن برؤيه مختلفه تماما. لو عايزين تعرفوا شاف محمد هنيدي ازاي او شاف البلطجي ازاي وازاي قدمهم كمان في المراجعه النهائيه وليه المراجعه النهائيه، يبقى النهارده في حديث القاهره. أيضا في الجزء الثاني من الحلقة هيكون معنا الناقد الفني والكاتب الكبير الأستاذ طارق الشناوي. هنحاول نعرف من طارق كيف يرى وضع الفن خلال عام الكورونا، ماذا كيف تأثر الغناء، لماذا ظهرت المهرجانات مع الكورونا، الموسيقى الجديدة اللي حصل، السينما التأثير الشديد اللي حصل عليها وعلى الصناعة هينعكس إزاي على السنين الجاية، وجود شركات إنتاج في العالم العربي بدأت تنافس وتدعو ويبقى لها الريادة، هل ده هيؤثر على الإنتاج في مصر أم لا؟ أسئلة كثيرة هنطرحها على الناقد الكبير طارق الشناوي. خلونا نكمل ونشوف في المنيو في إيه ونرجع نبتدي مع حضراتكم قصصنا الإخبارية. أهلا بكم من جديد. يعني القصة بدأت في بريطانيا وانتقلت لأمريكا وحاليا هي قصة العالم اللي بيتكلم فيها، وخصوصا بعد القرارات النهائية اللي اتخذها القصر الملكي في بريطانيا. الفكرة ببساطة شديدة جدا موضوع ميجان وهاري، ليه متابعة خاصة في قصصنا الإخبارية النهاردة، لكن هنشوفها بعد شوية من خلال ضيفة هتشاركنا من قلب الحدث في بريطانيا. بداية قصصنا الإخبارية ليها طابع مختلف، يعني عند بعض الناس ممكن يقابلها باستغراب، لكن الاستغراب ده يستتبعه أحداث. معرفش انتوا من الناس اللي بتحب تربي كلاب في بيتها أو في جنينتها ولا لا، لكن شفنا في الأيام اللي فاتت تحذيرات كتيرة جدا لسكان عدد من الكومباوندات والتجمعات السكنية بخصوص أنواع معينة من الكلاب اللي موجودة عندهم. التحذيرات دي طلبت السكان إن هم يمتنعوا تماما عن اقتناء مجموعة من أنواع الكلاب، وصلوا 17 نوع في قائمة، وقالوا إن الكلاب دي بيتم تشرسها وعلشان كده هي بتنضم لقائمة الأنواع الممنوعة. لكن الأنواع دي منها اللي مصنف في الـ FCI المنظمة العالمية اللي معترفة باعتماد السلالات دي من الكلاب. هل السلالات دي بالفعل يجب منعها ولا السلالات دي يجب اقتنائها؟ أنا شخصيا يعني أنت حر ما لم تضر، يعني بمعنى ان عندما يصل الامر لضرر الاخرين فتنتهي عنده حريتي. يعني عايز اقول لك ان في، يعني مش عايزين نذكر تجمعات سكنيه بعينها، بس في اكتر من كومباوند هذه الانواع من الكلاب الشرسه اعتدت، كان اخرهم في حد في القطميه والمقطم، طلع على ست جده معاها حفيدها، هجم عليها قطعها، قعدت في المستشفى في حاله سيئه جدا ما زالت تعاني حتى الان، الحفيد رجله كسرت وهو بيحاول ينقذ سته. ده اتكرر في اكتر من مكان. هو السؤال واللي محيرني، هو انت محتاج كلب شرس ليه؟ انت محتاج كلب كبير ليه؟ انت في كومباوند مقفول عليك، عليه سور، جوه فيلتك عندك سور، في امن وفي كاميرات، مش محتاجينه في الشوارع، بتطلع الساحل تاخده معاك يهبش حد، تسافر الجونه يبقى معاك، ما تجيب كلب صغير لو بتحب الكلاب، مش لازم كلب شرس. انواع كثيره من الكلاب، يعني اكتر من اربع كومباوندات حتى الان خدوا قرار وادوا مهله ل 19 مارس لكل السكان اللي عندهم هذا النوع من الكلاب لابد انهم يتخلصوا منه. خلينا نفهم ونسمع وجهه نظر اخرى من الدكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين. اهلا وسهلا دكتور خالد. اهلا بيك استاذ خيري والساده المشاهدين، اهلا بيك فتح. دكتور، بتشوف انواع كلاب زي دوبرمان وبريسا كناريو ودوجو ارجنتينو وكين كورسو وكنجال، انا بقول لحضرتك اسماء من الكلاب اللي ادارات الكومباوندز قررت تمنعها، بتشوف هذا النوع من الكلاب خطورته ايه حتى لو متطعم؟ بص يا فندم، يعني مبدئيا هو ما فيش كلب شرس من الالف للياء وكلب اليف من الالف للياء، الكلام ده مش مظبوط. انت في النهايه بتربيها على شكل معين من التربية، حتى لو هو من النوع اللي ينفع يتشرس، لو عودته في خلال تربيتك ليه على ان هو شوية هادي مش هيفرق، مش هيتشرس ومش هيبقى فيه خطورة منه اللي الناس قلقانة منها. بس في قواعد تحكم الموضوع.
اولا احنا في تراخيص معينه بتصدرها السلطه البيطريه والعيادات البيطريه اللي هي حاصله على ترخيص مزاوله المهنه في الكلام ده، وبتدي باسبور لكل كلب او زي بطاقه صحيه فيها انواع التطعيمات والحاجات اللي هو المفروض يكون تمام الاحتياطات المتخذه معاه. اضافه لذلك ان هو لما بيخرج لازم يبقى في قواعد لخروجه، ان هو يبقى لابس كمامه و مربوط بالليش. انت عارف ان حضرتك 99% من التعليمات دي ما بتحصلش ما عدا التطعيم والباسبور. بص يا فندم، طالما دي ما بتحصلش يبقى الخطوره هنا تبدا. ايوه. ليه؟ لانه في بعض الشباب برضو يعني من بيحاول يشرس الكلب كنوع من البروتكشن، كنوع من اللي هو الاستعراض كده، استعراض كلام ده، كلام يدخل تحت طائله القانون والخطوره، ولا خلاف على ذلك مع اي حد. طب دكتور، انت مع الكومباوندات انها تاخد هذا القرار بشكل حاسم وتنفذه حفاظا على حياه الناس، بما ان هم يعني على الاقل يقدروا يحكموا المكان اللي موجودين فيه، ولا انت رايك ايه في الموضوع؟ وهل الموضوع محتاج ان احنا نكبره ونخليه كمان الدوله تتدخل فيه، ان انواع معينه من الكلاب اذا تم تشريسها يتم الكشف عليها بشكل دوري او ما تدخلش خالص فيتم منعها مثلا؟ خلينا اقول لسعادتك حاجه، هو مجرد ان انا الانسان او الكائن الحي وليد البيئه او بيتسم بسمات البيئه اللي بيكون فيه، وده ينطبق على الانسان وعلى الحيوان وعلى كله، وبالتالي ادارات الكومباوند دي الناس عايزه تحافظ على صحه المواطنين اللي فيها، وده شيء محمود ومرغوب ومطلوب ونشجع عليه، لكن ممكن يعمل ده بطريقه اخرى، طريقه هي انه يتاكد ان كل الكلاب اللي موجوده دي مترخصه، ان كل الكلاب دي واخده التطعيمات اللازمه، ان ريجوليشنز اللي احنا قلنا عليها واللي القانون بيطبقها، الرخصه بتاعته موجوده، التطعيمات متاخدة، الليش موجود، الكمامة موجودة وهو خارج، ما بيعملش بيه شغل استعراض أو إرهاب لأي ناس. تضمنها إزاي يا دكتور دي؟ يا فندم يتحط تعليمات، وده ويتحط بانشمنت في القانون، في كاميرات في كل الشوارع. طيب احنا عندنا دول كومباوند النهارده ما فيش فيه كاميرات في كل حته. عندنا دول اوروبيه ودول عربيه زي الامارات والمملكه العربيه السعوديه زي الدنمارك وخلافه منعوا انواع من الكلاب وشافوا ان وجودها داخل البيوت وفي الشوارع مش امن. هل تعتقد ان في مصر محتاجين قرار زي ده؟ والله مع ان احنا في حاله من عدم الالتزام نوعا ما بالقواعد المطلوبه والقوانين المشرعه لذلك يمكن، لكن يعني في بعض الكلاب زي روتفايلر مثلا ده بطبعه الى حد ما شويه شرس، البيتبول شرس مثلا، ممكن نقلل، ممكن نحط ريجوليشن، ممكن نعمل اقرارات. لا يعني اللي في مزرعه محتاج كلاب شرسه للحمايه او في منطقه مهجوره، كل ده مفهوم. كلام حضرتك ده مهم جدا وواقعي، وممكن نخلي تربيه بعض الكلاب او انواع الكلاب في حتت غير حتت معينه، لانه دي اماكن محتاجه شكل معين. ايوه. وفي اماكن تانية زي ما حضرتك قلت، انا سامع قبل الهوا ان حضرتك بتقول ممكن يجيب كلب صغير، كلب لولو، يعني حاجات ممكن تبقى يعني من قبيل ان انا عندي الهوايه فبأشبع رغبتي وهويتي بدون ما اضر، مش مؤذي الاخرين. يعني طبعا الاشياء دي تنتهي عند ضرر الاخرين او صحيح. عند انت حر ما لم تضر اللي حواليك، يعني صحيح. الحريه مش مباحه الى الابد، وخصوصا يعني لحين اتخاذ قرارات، واحنا بنتمنى في وجود حضرتك دلوقتي ان احنا نوصل اصواتنا للمسؤولين، ان الاشياء التي او الحيوانات اللي بيقوم بها الناس بترهيب الاخرين يتم منعها بشكل او باخر بشكل قانوني. لكن انا بصراحه يعني اثار فضولي الموضوع سواء ليا او لعيلتي او لاصدقائنا، وانا ماشيه في الشارع ازاي لو حضرتك مثلا في اشياء معينه تقدر تقولها لنا اعرف ان الكلب ده تم تشريسه فاتجنبه تماما وابعد في شارع اخر او في الناحيه الثانيه من الرصيف، ولا اعمل ايه علشان اخد بالي لحين تطبيق قرارات؟ لو حضرتك عارفه النوع بتبقي عارفه ان الانواع دي زي ما قلنا كده زي روتفايلر او البيتبول او كده بتبقى حاجات، او جيرمان شيبرد مثلا بتبقى شويه اقرب او اميل ان ممكن سهل ان احنا نشرسها. لكن خليني اقول لحضرتك حاجه، انا اصلا لو الكلب مش مكمم انا ما امنش، لان انا ما اعرفش ما هعرف منين صحيح بيبقى هادي وفجاه الشارع ده هو مديله تطعيمات ولا مش مديله تطعيمات. ما ممكن يكون لسه مشتريه وما لحقش يدي تطعيمات او يعمل له بطاقه صحيه. هو المفروض ان الالتزام بالقانون، ومعالي محافظ الاسكندريه سلفا يعني كان اصدر قرار بغرامه فوريه ومصادره الحيوان اللي هو مش محطوط الكمامه معاه، وبالتالي لو القرارات دي سرت الناس هتلتزم.
صحيح. انا يعني بعض يعني اصدقائنا من محبي الحيوانات كلموني وعاتبوني في انه انت طب ليه سكتوا مثلا معالي من محافظ اسكندريه عمل كذا وكذا وكذا. قلت لهم يا جماعه هو بيحافظ على الانسان والحيوان في حد سواء، لان انا النهارده ما انا ممكن اكون مسلح والكلب يهجم عليا اروح ضربه، فانا خسرت صاحب الحيوان وانا كنت حصل لي حاله من الهلع او اتعورت واصبت. طب ليه؟ شكرا دكتور خالد سليم نقيب الاطباء البيطريين على وجهه نظر حضرتك، ونتمنى ان يكون هناك في الحكومه من ينظر الى هذا الامر. احنا مش محتاجين كلاب شرسه، لابد ان تكون هناك ضوابط واشتراطات نعرف الكلب ده هيعيش فين ومع مين. الحقيقه خيري انا مبسوطه جدا بين النصيحه اللي هو قالها، اي كلب تشوفه مش لابس كمامه من الانواع الشرسه او اللي يتم تشريسها يا ريت تبعد عنه خالص، ويا ريت كمان يتم ابلاغ اي حد مسؤول. يعني القصر الملكي في بريطانيا قال انه بيحقق في شكوى مقدمه من سنه 2018 من بعض الموظفي القصر ضد ميغان ماركل لتنمرها عليهم. التصريح ده في الاسبوع اللي سبق حوار الامير هاري وزوجته ميغان الشهير مع المذيعه الامريكيه اوبرا وينفري، واللي اثار ردود فعل عجيبه وغريبه جدا. احنا عايزين نفهم لماذا صدر الآن أو اهتم القصر الآن بالتحقيق في التحقيق في هذا الأمر، وماذا يمكن أن يؤدي هذا التحقيق. خلونا نروح لتفاصيل الموضوع مع الزميلة الإعلامية الأستاذة سامية الأطرش عضو حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اللي هتكون معنا عبر زوم. أهلا وسهلا أستاذة سامية. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذة سامية، منورانا جدا. يمكن الموضوع لا يخص فقط الداخل البريطاني حاليا، هو حديث العالم. لماذا من وجهة نظرك الآن يتم التحقيق في هذا الحدث اللي هو تنمر ميغان على بعض العاملين في القصر، والحدث أساسا كان من 2018؟ هل ده ليه علاقة بالأحداث الأخيرة؟ طبعا لها علاقة بالأحداث الأخيرة، لأنها هي التي خرجت قبل أسبوعين تقريبا على الشاشة الأمريكية مع أوبرا وينفري، واتهمت العرش البريطاني والقصر البريطاني والملكة بالتنمر وأيضا العنصرية. وكذلك نعم ميغان في نظري إنسانة نرجسية، استطاعت أن تصل إلى القصر الملكي وتأخذ الأمير هاري، واستطاعت أن تسيطر عليه سيطرة كاملة. الأمير هاري هو الذي يجب أن نتكلم عنه، لأنه هو عاش حياة القصر الملكي ويعرف الضوابط ويعرف كيف يتصرف. أما ميغان ماركل التي جاءت من أمريكا هي ممثلة منفصلة عن زوجها، طلقت، لها علاقة مع آخر، احتضنتها العائلة الملكية وضمتها إلى العائلة الملكية بكل رحابة صدر من أجل حفيد الملكة وهو البرنس هاري. إن العمل الذي قامت به طبعا يثير الحزن ويثير الشفقة في نفس الوقت. قبل قليل قرأت آخر مدونة لليدي كولين كامبل التي قالت اتصلت بأحد الأطباء النفسيين السايكايتريست وشرحت حالة هاري وميغان. إن تصرفات هاري وميغان مع أوبرا وينفري في الفترة في مقابلتهما تدل على دراما كاملة وسلبية كاملة، وهذان الاثنان حسب ما تقول، ليس مني أنا، حسب ما تقول ليدي كامبل إنهما مرضى نفسيا، ويجب علينا أيضا أن حالتهما تثير الشفقة. طيب أستاذة سامية، أنا حاسس أنك حضرتك مكونة وجهة نظر، لكن خلينا ناخد وجهة نظر تانية يعني، ونشوف أن حد قد يتعاطف أو قد يستوعب أو قد يشعر بالموقف أو الاضطهاد. هل حدث
مثل هذا الموقف من قبل مع احد من الاسرة المالكة في القصر الملكي البريطاني؟ ليس لحد علمي. نعم. القصر جرائد التابلويد وحتى الجرائد الرئيسية في بريطانيا بدأت تكتب كثيرا عن حالة ميغن من يوم دخولها إلى القصر الملكي، لأنها تعتبر نفسها ليدي ديانا الثانية، ويجب أن تأخذ ما تريد من القصر، تلبس مجوهرات ما تريد من القصر. لكن هذا في تريديشنال العائلة المالكة هذا غير موجود. الملكة هي التي تعطي ما تريد لكي يعني لمن تريد العائلة المالكة لمن تريد تعطي ما تريد. لكن هي لما حتى يوم الزواج أرادت إطاء يعني تاجا من نوع آخر كبير، لكن الملكة قالت لا، هذا هو الذي ستلبسيه. أنتم شاهدتم طبعا شاشات التلفزيون عرضت كثيرا، وملايين من الناس شاهدت عرس الزفاف الملكي، وكم دفع الدافع الضرائب البريطاني من أجل هذا العرس. ولكنها خرجت لتقول إنها تزوجت هاري قبل 3 أيام من هذا العرس الذي شاهدناه، وهذا طبعا لا يصح. قالت إنها للشعب، وهذا العرس قبل 3 أيام بينها وبين هاري والذي أعطى لها صفة الزواج. أستاذة سامية، هل تعتقدي إن هذا الأمر ليه علاقة بأبعاد نفسية لدى الأمير هاري، وخاصة وأنه يعيش دائما في ظل ذكرى الأميرة ديانا والدته، وأن هذا ما يؤثر عليه الآن؟ بمعنى أنه قلتي أنه شخصية تكاد تكون منقادة لشخصية ميغان. لا شك في ذلك، نحن كلنا لنا في قلوبنا حنان، يعني أنا بحب هاري ويليام كولدين فقدا أمهما في ظروف صعبة جدا، وأكثر شيء اللي يعني حز في النفوس أن هاري وويليام في عمر صغير أن يسيرا وراء نعش أمهما. لم ينسى هاري هذا المنظر أبدا، ولهذا أيضا اتعالج، ذهب إلى أطباء نفسيين لكي يتعالج ويأخذ مسكنات. يعني أي إنسان في مثل هذه الظروف يجب أن نكون معه قلبا وقالبا. لكن شاهدوا الأمير ويليام كيف يتصرف، مشاعره تجاه أمه، لأنه هو يعني تربى تربية ملكية، المفروض ما يظهرها. قبل يومين عندما سأله صحفي إن هل هو سيتكلم مع أخيه، قال نعم سأحاول أن أكلم أخي. وسأله هل أنتم عنصريين، قال لا، عائلتنا ليست عنصرية. المفروض على الملك، يعني ولي الملك القادم إن شاء الله بعد عمر طويل لملكتنا، المفروض لا يرد على سؤال الصحفي. ولذلك لأنه هو منزعج جدا ومتعاطف ربما مع الأحداث، يعني حاول أن يرد ويدافع عن اسم العائلة المالكة. الشعب البريطاني الآن 64% من يحمل ضغينة كبيرة، وخصوصا اللي أعمارهم كبيرة، يعني السيتيزنز اللي أعمارهم كبيرة مع العائلة المالكة 100%، لكن الشباب الآن الصغير مع ميغان وهاري.
معهم أيضا في هذه المهنة. المفروض يعني لو تسألوني عن توقيت المقابلة مع أوبرا وينفري كان خطأ. الأمير فيليب في المستشفى، الأمير زوج الملكة إليزابيث الثانية البالغ من العمر 99 عاما كان في المستشفى وأجرى عملية قلب خطيرة لأنه هو طيب كبير في العمر. أستاذة سامية أنا عايز خرج. أنا ما زلت مصر اليوم خرج. أنا شايف حضرتك يعني كل رؤاكي بتدور حول إدانة ميغان ومش ده الموضوع. أنا بس عندي سؤال أخير. نعم. إلى ماذا يمكن أن ينتهي هذا التحقيق؟ إيه القرارات اللي ممكن يأخذها؟ أوكي. الملكة نشرت كتاب رسمي من 61 كلمة فقط. قالت إننا يعني إنها تأسف لما مرت به ميغان وهاري، وإنها ستعمل كل ما في وسعها لأن تحل هذه المشكلة عائلياً وليس بنشر الغسيل كما فعل ميغان وهاري. بنشكرك. ونحن أيضا نتمنى بصراحة أن ينتهي الأمر بشكل ودي عائليا لأنها عائلة. وإنهما الاثنان هاري وميغان لهما معزة خاصة عندها وفي القصر الملكي. هناك لو تسألني يعني الآن لا نستطيع أن نتكلم على ميغان ولا على هاري بأي شكل سلبي لأننا نعتبر نحن عنصريين. نحن نتمنى يعني أيضا لم يعني وصلت الفكرة الأستاذة الإعلامية سامية الأطرش عضو حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، لك كل الشكر لمشاركتنا بكل هذه المعلومات. النائب مجلس الشيوخ والسياسي المعروف ورجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ اختتم مسابقته لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ووزع جوائز 2 مليون جنيه بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة واللواء محمد أمين مستشار رئيس عبد الفتاح السيسي للشؤون المالية وعدد من النواب. وأعلن أحمد أبو هشيمة عن قيمة الجوائز في الموسم الجديد مضاعفة 3 مرات. خلونا الأول نهنئ النائب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الشهادة التقديرية الذهبية من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجمل دعمه لمشروعات صندوق تحيا مصر. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا أستاذ خيري. أهلا بك أستاذ أحمد وألف مبروك على الشهادة الذهبية من الرئيس شخصيا، وده شيء يسعد أي رجل أعمال وأي متطوع في حب مصر. الحقيقة طبعا وسام على صدري، وطبعا يعني أنا دايما بقول إن شغلنا لبلدنا لا يستحق شكر وتقدير، ولكن لما يجي لك التقدير من فخامة الرئيس طبعا بيبقى سعادتي لا توصف يعني الحقيقة. والحقيقة كمان إن أنا يعني لازم أشيد بالدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه صندوق تحيا مصر، وخليني أقول لك الجهد المبذول من هذا الصندوق للتنمية. وأنا يمكن أنت تعرفني خيري من زمان بشتغل في القرى الأكثر احتياجا ومبادرات كتير. الصندوق عمل طفرة كبيرة جدا في 4-5 سنين اللي فاتوا، من أول ما بدأ يشتغل في حاجات كتير جدا ومبادرات كتيرة جدا وفي ظروف صعبة جدا. فبرضو بحيي سيادة اللواء محمد أمين نصر أمين صندوق تحيا مصر والأستاذ السيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي على الدور الرائع اللي بيقوموا بيه، وطبعا شرف لي أن أنا أشترك معهم في مبادرات كتيرة جدا. ومرة تانية وتالتة ومية بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشهادة التقديرية، لأن ده يمكن أعلى وسام وأعلى تقدير ممكن يجي لأي إنسان فينا، أي إنسان مصري، أي رجل أعمال. فده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. مبروك عليك مرة تانية، وطبعا مبروك على مصر كل المشاريع اللي بيعملها صندوق تحيا مصر. مصر والمصريين يستاهلوا. المرة دي احنا حنبارك كمان للشباب اللي فازوا في المسابقة بالجوائز 2 مليون جنيه اللي حضرتك قدمتها، وطبعا يعني الرقم اللي اترفع لثلاث أضعاف تقريبا رقم مغري جدا للشباب يتقدموا. بس ادينا تفاصيل عن المسابقة دي لو تسمح لنا سيادة النائب. حاضر. هي المسابقة الفكرة جات لي من سنة. أنا مؤمن جدا بالشباب المصري، ومؤمن الشباب المصري
لو تهيأ له الظروف تهيأت له ظروف كويسة هيدي أكتر وأكتر. وبرضه مؤمن بحاجة في الاقتصاد المصري إن المشروعات المتناهية الصغر والصغرى وريادة الأعمال هي الأمل للمستقبل المصري. لما تيجي أي شاب دلوقتي هنقول له هتشتغل في الحكومة، طبعا يعني يا يشتغل في القطاع الخاص يا يبقى هو رائد أعمال أو عنده مشروع صغير جدا إحنا لازم نساعده فيه. وده إيماني بمستقبل الاقتصاد المصري في شباب مصر اللي هم أمل مصر برضه. فالفكرة جات لي إن أنا كلمت معالي الوزيرة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والمدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغرى الصغيرة والمتوسطة أيوة. الحقيقة قلت لها أنا عايزة أشترك مع الجهاز نعمل حاجة، أنا بالتمويل والجهاز بالتدريب، أنا معايا تيم وأنتوا تيم كبير جدا في الجهاز عشان نعمل مسابقة للمشروعات الناشئة. فعجبتها الفكرة جدا. بدأنا من سنة بالظبط من شهر 3 اللي فات، ظروف كورونا طبعا عطلتنا جامد جدا في مواعيد المسابقة، التدريب كان صعب جدا ولكن تم على أعلى مستوى. حقيقة خليني برضو أقول لحضرتك إن الجهاز مبهر في إمكانياته، جهاز تنمية المشروعات تقدم للمسابقة 5500 متسابق، قعد تم تصفيتهم لغاية 100 متسابق، خدوا تمرينات على أعلى مستوى مع مدربين على أعلى مستوى. في الحقيقة نحن حققنا الفكرتين اللي هو التدريب بالتمويل والتدريب. وأنا مؤمن إن مصر محتاجة أفكار مبتكرة وإيد بتندك. الست ملايين دول يا أستاذ أحمد هيكونوا العدد كامل المرة دي؟ ما أنا أقول لحضرتك، هو الجايزة لما لقيت المتسابقين بيتقدموا كتير جدا أنا كنت قلت إن كانت نيتي حقيقة إن أنا أضاعف السنة دي، ولكن عملتها 3 أضعاف لإيماني إن أول المسابقة الحمد لله نجحت جدا، لإيماني المتابعين لازم ياخدوا فرصة أكبر، لازم يبقى فيه توسيع جغرافي أكتر، ولازم يبقى فيه نزود القيم المالية للمتسابقين كمان علشان المشروعات بتاعتهم. أنا مش هقدر أقول لك يا أستاذ خيري الستة مليون جنيه في الموسم الجديد ممكن يبقوا كام متسابق، بس أكيد هيبقوا أكتر من الـ30. مين ممكن يشارك في هذه المسابقة؟ كل شباب مصر الواعدين، كل شاب عنده فكرة، كل فريق مجرد الفكرة يعني ممكن أقدم فكرة مكتوبة؟ طبعا فكرة احنا بنفتح باب المسابقة يمكن خلال أسبوع أسبوعين بنمضي البروتوكول، يعني مش لازم يكون عنده مشروع. هو مشروع جهاز المشروعات بيبقى في ويب سايت للمسابقة اسمها ستارت أب باور، ودي هي اللي بيتقدم عليها كل المتسابقين. احنا عايزين السنة دي نعمل حاجة مختلفة ونكبرها اكتر، وبتمنى ان انا كل سنة اكبرها اكتر لإيماني فعلا الشباب المصري. والله امبارح يا استاذ خيري لو تشوف الشباب والافكار اللي مقدمينها طبعا حاجة عبقرية. مصر عمرانة، مصر مليانة حقيقي. ما اقدرش يعني دي اقل حاجة ممكن اقدمها لشباب مصر، وهم يستاهلوا الحقيقه. يعني انا اقول لك احنا بنحييك على اللي انت بتعمله، جهودك وفي القرى الاكثر احتياجا من سنين وانت بتعمل ده، وتبرعاتك ودورك دور رجل الاعمال، وده يجب ان يكون دور كل رجال الاعمال عندنا في مصر. رجال اعمال يشرفوا بصراحه. طبعا بس خلينا نخرج من الجانب السياسي بقى، وتسمح لنا بحكم العشره القديمه. امبارح كنت بتكلم على حرمكم المصون الفنانة ياسمين صبري، وكنت بقول ان انا زعلان ان ياسمين ممثلة كويسة قوي، ولكن من يوم الجواز واضح ان سطوة احمد ابو هشيمة عالية جدا، وانت قلت لها خليكي معايا طول الوقت في شغلي، وحصرتها بقت محصورة في انها واجهة لماركات عالمية وبراندات عالمية. ده فعلا تأثير الجواز؟ بصوا انا طبعا انا كنت احب جدا ان ياسمين هي اللي تجاوب على المواضيع دي. لا ما انا بسالك بما انك الزوج المسيطر. ما انا ما بحبش لا مش موضوع سيطره خالص، بس انا يعني ارد عليك عشان العلاقه والصداقه القديمه اللي بينا فعلا. لا هو باختصار شديد ان ياسمين عندها فعلا هي بتمثل زي ما حضرتك قلت ماركات عالميه وعندها عقود يمكن من قبل الجواز صراحه، يعني عشان الواحد يقول الحق، وهي الوحيدة في الميدل ايست وعربية وفي الميدل ايست، فهي بتعمل الحاجات دي. بل بالعكس هي حاجة تبقى حاجة كويسة جدا لما تبقى واحدة عربية. احنا شفنا كارتيير مؤخرا وكذا براند عالمي، دولشي اند جابانا كمان، عرفت ان ده تعاقد جديد.
انما لا والله احنا اتجوزنا وكانت لسه مخلصه مسلسل، فيعني هو يمكن رمضان ده بس اللي فات، بس ما تقلقش يعني اكيد اكيد هتعمل اعمال جميله وراقيه زي ما احنا متعودين عليها. يبقى احنا في من كده ما تسالنيش بقى لو سمحت. طيب بس مش عايزين الجواز يغيبها بس. لا لا عمره ما يحصل ان شاء الله. تحياتنا ليك والفنانه ياسمين. شكرا ياسمين صبري طبعا من الوجوه المحترمه، بنشكرك جدا استاذ احمد بوهشيمه رجل الاعمال. لنخرج الى فاصل ثم نستقبل صديقنا العزيز خالد البرماوي في بورصه الكلام.